مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا الخاصه لفعاليات منتدى شباب العالم، ومن ابرز الجلسات اللي تمت النهارده كانت حول دور المؤسسات الدوليه في المساعده للتعافي من تداعيات فيروس كورونا، وكانت دي من اهم الجلسات اللي موجوده وتم فيها مناقشه محاور كثيره جدا. هنلقي المزيد من الضوء حول هذه المحاور مع ضيفي الكريم اللي مشرفنا النهارده، الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحده، وايضا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني طبعا منتدى شباب العالم بيكون فرصه جيده جدا لتلاقي الافكار الشباب بشكل خاص، ووجود يعني ممثلين عن منظمات المجتمع المؤسسات الدوليه للتمويل بيكون برضو دور مهم جدا ان هو يعرض وجهات نظره في هذه، خاصه بعد الازمه. من ابرز النقاط اللي تم اثارتها النهارده هو دور المؤسسات لمساعده الدول النامية والأسواق الناشئة. حضرتك شايف إزاي دور مصر أو أين مكانة مصر في هذه المساعدات للتعافي من آثار كورونا؟ يعني شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، وفي البداية بحب يعني أحيي القائمين على هذا المنتدى للتنظيم المتميز، وأنه بقى عنده قدرة كبيرة جدا على هذا الحشد، طبعا الشباب وتنظيمهم الجميل، ولكن أيضا هذه المشاركة الدولية واسعة النطاق، سواء من مؤسسات دولية أو من مشاركة شبابية أو حتى من جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني في مصر وخارجه. برضو بحيي القيادة السياسية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه رغم مشاغله الكبيرة أنه حريص على الحضور على الجلسات والمشاركة بالنقاش. وقبل ما نقوم بالجلسة اللي حضرتك بتتابعي نشاطها الآن، كان في لقاء مع فخامة الرئيس أمس مع مجموعة من المؤسسات الدولية، كثير منها كان حاضر معانا في الجلسة ولمدة ساعتين، الوقت متأخر في الليل أمس كمان، وكان الموضوع هو نفسه اللي حضرتك بتسألي عليه، هي مسألة الأوجه المختلفة للمساندة والمساعدة. يمكن المشهور عن المؤسسات الدولية هو مسألة تقديم التمويل الميسر منخفض التكلفة، ولكن هناك ما لا يقل أهمية بالنسبة للتأثير على الدول النامية، وهو ما يرتبط بالمشاركة بالمعرفة، المساعدة في بناء القدرات، توفير الخبرة والحلول المختلفة لعدد من القطاعات الحيوية. والتركيز الآن هو على موضوع التعافي، على توفير اللقاحات، على منع الأزمات الاقتصادية أنها تستمر، وأنه يكون هناك قدرة عالية على احتواء مشكلات المديونية قبل أن تتحول إلى أزمات ديون. نعم، يمكن العالم تعرض لعدد من الأزمات السابقة، ويمكن آخرها كان الأزمة العالمية 2008. حضرتك مقارنة بالأزمة اللي بيمر بها العالم الآن، هل نقدر نقول أنه هيتعافى بنفس السرعة اللي تعافى منها من 2008، ولا الموضوع ممكن ياخد وقت أكتر؟ شوفي حضرتك، إحنا قبل الجائحة في 2020 كان كل الحديث العالم عن استكمال التعافي من 2008 اللي حصلت قبل الجائحة ب 12 سنة. تمام. للأسف مثل هذه الأزمات بعض الدول بتبقى عندها قدرة عالية جدا على الخروج منها. واللي يعني كان في تمثيل لهذا الأمر بأنه يعني ما فيش رسم ورانا، لكن في شكل حرف فيه إنه في دول بتنزل بسرعة وبترجع بسرعة للنمو ولمسار التحرك الاقتصادي والتقدم في مسار التنمية. في دول بتاخدها وقت اكتر، فانها بتستقر شويه عند القاع ثم تتعافى ما يشبه حرف يو. اين مصر من هذه الدول؟ احنا اقرب لحرف يو، يعني ما بين في ويو، لان في دول اخرى بقى دول اقل دخلا منا، للاسف ما بيحصل لها مثل هذه الصدمات، بتستقر لفتره اكبر عند القاع، ودي محتاجه نوع اكبر من المسانده الماليه وايضا المساعدات الفنيه. لو باخد معيار مثلا تدخل صندوق النقد الدولي من خلال اصدار وحدات حقوق السحب الخاصه، أصدروا بعد الجائحة 650 مليار دولار، ده أكبر بكتير جدا مما تم إنفاقه 2008. في 2008. فده يديك حتى يعني اعتبار للوزن النسبي للتدخل المطلوب. الدول وما أنفقته على الجائحة أكبر بكتير جدا من الأزمة المالية. خلي بالك حضرتك إن في حالة الأزمة المالية، هي كانت أزمة مالية كان يخشى أنها تتحول إلى أزمة اقتصادية بركود طويل،
وانه ده كله ياثر على حياه البشر. تمام. احنا بدانا من بالاخر يعني بدانا من حياه البشر والتاثير عليه وهناك تاثير اقتصادي وهناك تداعيات ماليه. نعم. وده اخطر. نتحول للتداعيات الاقتصاديه اللي طبعا اللي اتاثرت بشكل كبير. هي اكتر حاجه بعد الصحه طبعا هي الازمه الاقتصاديه اللي حصلت في دول كتيره جدا. ولكن صحيح. لو جينا نشوف بالارقام مصر من اقل الدول اللي لما جاءت فجاه العالم ازمه كورونا اقل الدول تضررا في نسب النمو الخاصه بيها، معدلات النمو الاقتصادي، النمو الداخلي وما الى ذلك. حضرتك بترجع ايه ان مصر كانت اقل تاثرا بهذه الازمه على الرغم شفنا اقتصادات عالميه كبيره جدا تاثرت بشكل كبير؟ هو اللي حصل في مصر في 2016 ببداية الإصلاح الاقتصادي، خطة الإصلاح وإجراءات إصلاحية سابقة على الأزمة، وضخ أيضا استثمارات في مشروعات بنية أساسية ومحاولة لعلاج مشاكل قضائية كثيرة، ده ساعد الاقتصاد المصري للتأخر. يعني كأنك مثلا كنت خطوة استباقية يعني كنت بتصلحي سقف بيتك وبترمميه قبل يعني نوة جديدة أو أي قبل عاصفة جديدة. فالحمد لله ربنا من حسن حظ مصر. التوقيت هنا كان مفيد جدا في هذا الشأن، وبالتالي حصل أن مصر كانت من الدول القليلة في سنة 2020 و2021 اللي قدرت تحافظ على معدل نمو اقتصادي حقيقي موجب. نعم. السنة دي السنة الجارية المالية انه معدل النمو الاقتصادي مقدر في حالة مصر يتراوح 5.8 و4.9 في بعض التقديرات الدولية، وفي تقديرات انه يوصل ل 5.5، وفي تقديرات اكثر من ذلك 5.7. تمام. احنا ننتهي يعني نفضل الافضل. انا يعني دايما بحب اخد الرقم الاكثر تحفظا ما نعليش سقف الطموحات، لان ده لا يعني ما فيش ما يمنع من ذلك لو هتبقى بمسانده باستثمارات اكثر عشان نقدر نستمر في على ذكر الاستثمارات. ودي طبعا من الحاجات المهمه جدا بتدعم اي اقتصاد في العالم، ومصر في الفتره الاخيره عملت مشروعات كبيره جدا، غيرت بنيه تحتيه بشكل كبير جدا، ده تشجيع للاستثمارات الاجنبيه. حضرتك شايف الى اي حد مصر استطاعت في السنوات الاخيره انها تعمل او تكون ارض جاذبه للاستثمارات الاجنبيه على ارضها؟ طبعا في جهد كبير جدا اتعمل في مشروعات الطاقه، في مشروعات البنيه الاساسيه، في المدن الجديده، في العاصمه الاداريه، في تطوير عدد من المناطق الاستثماريه زي المنطقه الاقتصاديه، عدد من المناطق الصناعيه والاستثماريه في المحافظات. ده بالنسبه للتجهيز والاعداد للبنيه الاساسيه، ده شغل جيد. المهم الان حاجتين، اولا استكمال الاستثمارات العامه على الشكل المطلوب في المستقبل، ان احنا نكمل بشكل اكتر في الاستثمارات العامه. التقدير انك محتاجه انك تزودي هذه الاستثمارات العامه في حدود 20% بما هو اعلى من اللي احنا عاملينه، لكن الاستثمارات الخاصه هي محتاجه تضرب في 3. يعني شوف انت عايزه تزودي استثماراتك العامه ب 20% وده مقدور عليه، على ان يكون ده جاي من مصادر حقيقيه، ونقلل الاستخدام لمصادر اخرى زي الاقتراض الخارجي قدر الامكان. وانك عندك كمان الاستثمارات الخاصه بقى تشجع الاستثمار الخاص ان يدخل لهذه المناطق الاستثماريه والمناطق الصناعيه. انا بفرق ما بين 3 انواع من انواع الاستثمار، مش على حسب الملكيه عامه وخاصه. تمام. عندك استثمار مهم بيتم في قطاعات استخراجيه زي البترول وزي مثلا المناجم والمحاجر او غيره، له اثر وبيجيب لك ايضا ايرادات بالعمله الاجنبيه. نعم. وبيساعدك يمكن على التصدير، ولكن هناك ما هو اكبر منه كمان في امكانيته للتشغيل، وده عايز اشجعه اكتر، اللي هو بيستفيد من قوه كثيفة. اللي هو بيستفيد من قوه السوق اللي عندك، انك عندك سوق كبيره فيها 100 مليون بيزيدون او اكتر، وفي معدل نمو سكاني، وفي ايضا متوسط دخل لا باس بها في عدد من المحافظات، فبتقدر تشجع لك مثل هذا النوع من الشركات. اللي احنا عايزينه وده موجود منه زي الشركات اللي بتقوم بانتاج سلع استهلاكيه او ما اشبه، اللي احنا عايزينه اكتر هو استثمارات بقى في مجالات عاليه الجودة، في مجالات المكون التكنولوجي، في القيمة المضافة العالية، في استخداماتها للتحول الرقمي اللي ممكن تزود تنافسية الاقتصاد. يمكن أنا أعرف أن رأي حضرتك في موضوع التحول الرقمي ده تحديدا أنه من الأساسيات والدعمات الرئيسية في الفترة القادمة لكل الدول لأنها تقدر تتعافى أسرع وكمان تقدر تحقق معدلات نمو. مصر فين على خريطة هذا التحول الرقمي مع الطفرة الكبيرة اللي بتشهدها مصر في الفترة
الفترة الأخيرة. يعني في البدايات من سنوات بعيدة يعني بالاهتمام بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان موضوع التحول الرقمي كان أمر قطاعي داخل في قطاع لوحده، وكان بيتحرك بشكل كويس، وشفنا أن هذا القطاع بالذات قدر يعمل مشاركات مهمة ما بين القطاع الحكومي والقطاعات الخاصة. لكن دلوقتي زي ما بيقال التحول الرقمي أصبح أسلوب حياة، مش بس في قطاع معين، ولكن في بيتك، في حياتك، في عملك، في مذاكرتك، في طلب استشارة طبية، أصبح هذا الموضوع واحد من المكونات الرئيسية لحياة الناس. وبالتالي المسألة ما بقتش قطاع، وما بقتش إن أنا أعمل مثلا شبكة متميزة في القاهرة أو في الإسكندرية. وبالتالي ما شفنا مثلا، واللي ذكره أكد عليه امبارح في اجتماعنا مع فخامة الرئيس، إن موضوع التحول الرقمي ونشر شبكة المعلومات الإنترنت بسرعة عالية وبجودة عالية داخل كمكون رئيسي في الموضوعات الخاصة بالإصلاح الهيكلي مع الصناعة والزراعة، وأيضا داخل في مشروع حياة كريمة على مستوى القرى المختلفة. طيب سؤالي الأخير لحضرتك، يعني حضرتك أكيد حضرت منتديات ومؤتمرات كتيرة جدا في كل أنحاء العالم. النهاردة بنتكلم عن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، ويمكن في الافتتاح شفنا انبهرنا بهذا الحجم من التكنولوجي والتطور والفكر في هذا المنتدى. رأي حضرتك إيه في تنظيم المنتدى هذا العام وتوقعاتك إيه؟ يعني أنا حضرت منتديات ومؤتمرات وندوات زي ما حضرتك قلت حول العالم، أنا شاهدت مجروح، أنا ابن هذا البلد يعني، فطبعا سعيد باللي حصل. لكن أنا حضرت وتابعت المنتديات السابقة، في تطور كبير جدا في عملية التجهيز والتنظيم واختيار الموضوعات، وزي ما ذكرت من شوية الموضوعات الرئيسية اللي بيتم مناقشتها، تغيرات مناخ، الجائحة، التحديات الخاصة بأمن شبكة المعلومات، هذه نفس الموضوعات التي تشغل العالم، ووتيرة الاهتمام بهذه الموضوعات بتزيد حول العالم ملحة. وإحنا هنا مش بنلاحق، إحنا ممكن بنسبق في هذا الشأن. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا على شاشة القناة الأولى. شكرا يا فندم. والشكر موصول أيضا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وتغطياتنا لفعاليات منتدى شباب العالم مستمرة مع حضراتكم من شرم الشيخ.